صاحب الجلالة يخاطبكم. شبير عزيز، لقد حرصنا على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية والغاية الأساسية منها، وأتمنى دائما مقاربة تشاركية وإدماجية في معالجة القضايا الكبرى للبلاد تنخرط فيها جميع القوى الحية للأمة. وهذا ما نتوخاه من إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي سنكلفها قريبا بالانكباب على هذا الموضوع المصيري، وإننا نريد منها أن تقوم بمهمة ثلاثية: تقويمية واستباقية واستشرافية، للتوجه بكل ثقة نحو المستقبل. وفي نفس السياق ندعو لاستغلال الفرص والإمكانات التي تتيحها القطاعات الأخرى غير الفلاحية كالسياحة القروية والتجارة والصناعات المحلية وغيرها. وهنا أؤكد مرة أخرى على أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب، وخاصة في القرى وضواحي المدن، للاندماج المنتج في سوق الشغل والمساهمة في تنمية البلاد. فالحصول على البكالوريا وولوج الجامعة ليس امتياز ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم، وإنما الأهم هو الحصول على تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني والاستقرار الاجتماعي. وسوف أظل أؤكد على دور التكوين المهني والعمل اليدوي في إدماج الشباب انطلاقا من حرف الصناعة التقليدية وما توفر لأصحابها من دخل وعيش كريم، ومرورا بالصناعات الغذائية والمهن المرتبطة بالفلاحة التي تعين تركيزها بمناطق الإنتاج حسب مؤهلات كل جهة، ووصولا إلى توفير كفاءات وطنية في السياحة والخدمات والمهن الجديدة للمغرب كصناعة السيارات والطائرات في مجال تكوين التكنولوجيات الحديثة. شبير عزيز، إن المجتمع مثل البيت متكامل البنيان، أساسه المتين هو الطبقة الوسطى، بينما تشكل الطبقات الأخرى باقي مكوناته. إلا أن الملاحظ رغم الجهود المبذولة والنصوص القانونية المعتمدة أن العديد من الملفات ما تزال تعالج بالإدارات المركزية بالرباط، مع ما يترتب عن ذلك من بطء وتأخر في إنجاز المشاريع. فالمسؤولية مشتركة، وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل التي تعيق التنمية لبلادنا. وهنا أقول بأننا لا ينبغي أن نخجل من نقاط الضعف ومن الأخطاء التي شابت مسارنا، وإنما يجب أن نستفيد منها وأن نتخذها دروسا لتقويم الاختلالات وتصحيح البصائر. شبير عزيز، لقد قامت ملحمة 20 رشد المجيدة من أجل تحرير الوطن واستقلاله، كما تعزز بالجهاد الأكبر الذي نخوضه في سبيل تقدم ورخاء المواطن المغربي، وإننا ملتزمون بمواصلة حمل مشعلها، وفي ذلك خير وفاء لأرواح شهداء الوطن الأبرار، وأكبر دافع لتكريم أبناء شعبنا الوفي والتجاوب مع تطلعاتهم المشروعة. قال جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كسب الرجل كسبا أطلب من عمل يده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.